السلام عليكم، كيف حالكم؟ اخباركم؟ اليوم رجع لكم بمقطع جديد ان شاء الله ينال اعجابكم. طبعا المقطع قبل كل شيء خلينا اوريكم استار الجهاز. مثل ما تشوفون فوق شركة الاتصالات الاستار 10.1، يعني اخر شيء. فالمقطع الحين عن موقع يمديك تحمل منه الالعاب والبرامج اللي بفلوس مجانية، بعض البرامج وبعض الالعاب. فخلونا نبدأ. تدخل الموقع، بعد ما تدخل الرابط الموجود بالوصف راح تجيك الصفحة كذا. مثلا نبحث عن لعبة مثل جراند، سوي لها سيرش. مثل ما تشوفون هذه جي تي اي، يعني بالسلسلة كاملة. يعني تحمل اللي تبي الجزء وعلى طول تثبت في جوالك. مثلا الحين خلونا نجرب البرامج، مثل برنامج مشهور اي موفي. سوي له سيرش ثواني، وهذا اي موفي موجود تشوفون. وبس هذا البرنامج اللي عندي. هذا مقطع اللي عندي اليوم، اتمنى عجبكم ولا تنسون دعمكم لي باللايك والاشتراك. شكرا على المشاهدة وفمن الله.